ولذلك الجماعه اللي بيعملوا لكم دورات في مش عارف التنميه الفكريه، 9 خطوات لاصلاح زوجتك، 11 خطوه لتربيه، ولا عنده 9 خطوات ولا والله لو عمل 100 خطوه انت بقى 9 خطوات لاصلاح زوجتك كاميرك اشطر، ها كاميرك اشطر، 9 خطوات تضحك على بتوصل على الناس، ويعمل الدورة ويدفع الدورة واشتراك، لا في زحمة خلاص العدد مكتفي، يا راجل اتقل، لا وناس تتقاتل، طب نروح عند الشيخ عمر، لا لا الدورة دي بلوش، لا اله الا الله. فسبحان الله يعني الانسان لا قوة الا بالله، يجي يا سيدي يجيب لك يترجم الاراء الغربية في الافكار والاراء، وراح حاطط في الاخر يزينها بآية، يحط لها حديد يعني عشان ايه يضع لها الاطار الفكري. انا اقول خير ما يربى عليه الجيل هو كثرته الكبار والصغار، كثرته قراءة كتاب الله عز وجل.